السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام أخواتي. اليوم إن شاء الله غادي نقربكم بزاف على فن الرسم، فن الصباغة، وغنعرفكم أولا على الأدوات المستعملة من صباغة، قماش، إلى غير ذلك. Let's go. هذا ما يسمى بالكانفاس أو القماش، هما على شكل طابلويات ديجا مقادين كما تشوفوا، من نوع ممتاز، كاليتي زوينة، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة، أنا شريت الكانفاس بوحدو على شكل قطعة كبيرة، وعملت على تقطيعها على شكل هذا الشكل. وكاين ما يسمى بالبصوار بالنوع، وكما تشوفوا هادو يجوا مع اي قماش خديتي من محلات خاصه بالكونفاس، يعطيك مع هاد السبورات، هادو صغار خشب صغير، هادو علاش كيصلحوا دابا نعرفوا ان شاء الله علاش كيصلحوا. دابا نجيو على هاد الشيء كيداروا في التقيبات هنا، كيفيكسيو هذا الشاسي باش ما يبقاش يلعب، وفاش فاش يكسو الماء والصباغه ما يبقاش يمشي ويجي. هذا من جهه، هذا كذلك فالي بالميكا، ديجا جاني كادو من المانيا. الان نشوفوا الورق كما تلاحظوا هو يستعمل في عدة طرق في الصباغة، كاين لا تكنيك ديال لاكواريل، كاين لا تكنيك ديال الباستيل، وكاين لا غواش، هادو كلهم يخدم فيهم الورق مزيان. كما تلاحظوا هاد الماركة هادي ملتي تكنيك، خاصة بالأكريليك والأكواريل وبالباستيل وبالكرايون، يخدم في لي بورتري مزيان، يخدم في الطبيعة وفي جميع أنواع ديال الرسم ديال الصباغة. هذا خاص بالباستيل، فنان الباستيل غادي نتعرفوا عليه عما قريب ان شاء الله، الاوراق ديالو خاص تقريبا كما تلاحظوا. هذا كذلك ورق، كذلك بحال الاكواريل، وكاينه كذلك الاكواريل، ما هي ورق خاص بها، يجيو مزيانين في لي بورتري. هذا ليس بورق انما قماش، بحال هذا الشكل، هذا غير هما دايرينو بحال في دفتر للاوراق، هو قماش تو بريباري مقاد مزيان، خاص غير التالسو الصباغ. فوالا زوينين. دونك هذا من جهه. دابا نتعرفوا على الصباغه، الصباغة كما تكلمنا على الباستيل، الباستيل اخواتي اخواني، غريب الامر انني ما عمري جربته، وهذه هي المناسبة ان شاء الله نجربه معكم ونلاحظوا النتيجة كي غتكون ان شاء الله. هو نقدر باش نقربكم اكثر بحال طباشير، يعني هو ماشي طباشير غير بحالو. هنا هو على هذا الشكل كما تلاحظوا، على شكل قلبات، بحال ديال الطباشير، كل لون عنده ريفيرونس ديالو، ممكن خاص به باش نميزو عن لون اخر. وكما تعرفوا هو يمتاز بالدقة في اللون، بالخصوص البورتري، الباستيل يعطي دقة أكثر، وإن شاء الله غادي نتصرفوا لهذا الشيء مزيان إن شاء الله. هو على هذا الشكل، وفيه أشكال أخرى على شكل أقلام كما تلاحظوا، هذه أقلام الباستيل خاصة بالباستيل. الأقلام هذه قمت بشرائها قلم، فوالا كل واحد باللون ديالو، ويصلحو للبورتري مزيان. تلاحظوا هنا نوع اخر من الصباغه، اللي هي
لاكواش هي قريبة لاكواريل ولكن مختلفة عليها أكثر. ألوان الجواش كذلك يعني صباغتها تكون قاسحة وكتعتمد على الماء، كتعتمد على الماء. كاين في هذا الشكل كتكون. كانوا عندي أشكال لي تيوب قرابيس عالمية، ها هما كتلاحظو. وكاينة الأكواريل تقريبا إلا كتلاحظو راه بحال ولكن هما ديفيرونت في لاتيكنيك. التكنيك في يعني في يعني فاش تخدم في اللوحه تختلف التكنيك ديال الاكواريل على التكنيك ديال الكواش. وهذه شكل اخر من الاكواريل. هذه هي هديه من شخص فنان وصديق واخ، تحيه لمروان هو اللي خلاها ليا باش تجي بخير. الوان الاكواريل كما تلاحظوا هذو الاكواريل، عفوا اكواريل ياز، هذو الاكريليك. هذه مو تكنيك، غادي 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 ندوخكم بهم كل حاجه يعني بالاسم تاعها. كما تلاحظوا هذو دي تيوب يعني الوان كذلك على شكل دي تيوب، فيهم يعني ريفيرونس للون. كنت ترجع ليه في مامشيتي في مامشيتي يكون عندهم هاد الريفيرونس هذا باش يميزوهم. والفنان كذلك هو خصو يكون عارف بهاد الريفيرونس. الوغ هنا الوان كاين هادي لاتانت كما معروفة عند الصباغة، تحية للصباغة تركيز تستعملوها كتسمى لاتانت. فيها بعض الالوان اللي ما نقدرش نلقاهم في سميتو في الاكريليك، وكنقدروا نمزجوا بين هادي وهادي وهادي حتى نخرجوا الوصفه اللي نحتاجها. هذا من جهه بالنسبه لهاد الالوان. نروح لهضره اخرى، هادو لي كوتون نايف الانجليزيه، يعني كيما كنسميو حنا نايف هو الكوتون، كوتو هو الموس يعني بالعامية ديالنا. هادو كل واحد لاش تيصلح، كل واحد لا تكنيك باش كيخدم. دابا نتعرفو هادشي على قرب ان شاء الله. هادو كيتستعملو في الباستيل خصوصا في البورتري، يعني فن البورتري هو في الدقة. يعني في البورتري نقدرو نستعملو اصابع اليد يعني باش يعني تزلع اللون. ممكن تستعمل هادو في الدقة يعني لي كوان ولا البلايص لي الصباع، حيت الصباع غليظ ميقدرش انه يعني يفلتري داك اللون تما. هادي القاطلة، هادو الفرشات من انواع من الفرشات، كل وحدة لاش كتصلح، كل وحدة لاش نافعة. شي تيكمل شي، هذه خاصة يعني اللوحات الكبيرة. إذا كان عندك واحد اللون مثلا بغيتي تبدا في شي طابلو فيه السما باغ اكزومبل، اللون ما تحتاجو كتير تخدم بهادي. متقدرش نخدم بهادي صغيرة ولا نخدم بهادي، كتربح الوقت. وكاين بعض المرات الحوايج اللي تقدر مثلا تخدم فيهم سيرتو في المسمى التجريدي، الفن التجريدي كنعتمدو عليها. ومهم هادو هما الأنواع ديال الفرشات اللي غنخدم بيهم. كاين حاجه اخرى ما شرحتش ليها في الباستيل. الباستيل عنده واحد البومه خاصه بيه، ماشي بحال البومات اللي كنعرفو، خاصه بيه. هذه هي بحال العجين، تقول غير العجين، ماشي بحال دوك البومات القليل اللي دايره بحال العجين تقريبا. هنا خاصه بالباستيل، خاصه بالباستيل. و باقي من تنهضرو على الباستيل كاين ما يسمى بلا فيكساتيف. فيكساتيف هذا فاش كنكملو الطابلو ديال الباستيل كيكون معرض للمسات ديال اليد، اي حاجه تقدر تلمسو تقدر تضرب كلشي في الزيرو. باش ما نطيحوش في هذا المشكل هذا، اي لوحه رسمناها كنضربوها بالفيكساتيف. يعني تقدر الا تقاس ماشي مشكل، ماشي بحال الا ما دارش، بحال الا داش حتى كما تنقولو بانه الرسام فاش كيرسم اللوحه ديالو يعني سواء زيتيه سواء كيما زيتيه ولا الاكريليك كيعمل ليها ما يسمى ب كيدير ليها الفيرني، الفيرنيساج كيدير ليها الفيرني باش كيتحافظ على داك اللون ديالها وداك اللمعان ديالها، وكتبقى تقدر يقيسوها الايادي ماشي مشكل.
صبر مده. هذا فيما يخص الباستي، فن الباستي هذا اللي هضرنا عليه. من بعد ما اللوحه كتسالي كتخليها تنرش هذا كتشد بلاصتها. هذا فيما يخص العيش باقي اخر. دونك تقريبا هذا الشيء اللي المهم. يعني كنشكركم على المتابعه وسمحوا لي على يعني ربما طريقه في الاداء لاول مره غادي ندير فيديو مباشر بهذه الطريقه بدون مؤثرات بدون ميكروفون بدون كاميرا يعني بروفيسيونيل بدون اي حاجه يعني حرفي. ونتمنى يعجبكم وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه اللي هي باقه في طور النمو. وبفضلكم ان شاء الله غادي تزيد لقدام ونشاركوا معكم هذا يعني الفن. نتمنى يعجبكم وشكرا. السلام عليكم.